ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ ازاي بس الجو جميل النهارده؟ ازاي الشمس الحلوه؟ انتوا سامعين بقى احتفالات احتفالات كده جنبينا في النادي. بتكون الشمس منوره بمكان حلو وكل حاجه، الخضره والجمال، بس الجو جميل ازاي والشمس حلوه ازاي. ربنا يدومها علينا يا رب وعليكم. بس البحر ازرق صافي والسماء صافيه، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ده كده المفرقه كده على البحر والحاجه الحلوه، احسن من الاكل كل مره اكل اكل اكل، تغيير بقى. بتشوفوا السماء الصافيه، عقبال الغروب تبقى صافيه يا رب. كده خضره بس جميل. ننوع لكم بقى الحاجة اللي بتمتعني كده بالراحة النفسية، هو البحر الخضرة. شوف البحر، البحر صافي بس جميل. عشان ما تزهقوش اكل اكل طبعا، انتوا ايه عايزين تغيير كل شوية. معلش صوتي كده عندي برد، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. دعواتكم يا حبايبي، خفف البرد عني شوية. عايزة اوريكم البحر كده، الواحد ينزل دلوقتي يقعد على البحر شوية. اه بس التعب، خلينا نجوخها. بس البحر بيدي طاقة، بيدي بيوت كده، خلي الواحد يتنفس كويس. ده النادي اللي على البحر ده، احتفالات. الناس ما بتلاقي يوم يطلع الجو كويس يعمل احتفال. ربنا يفرح الناس كلها يا رب، والأمة العربية كلها يا رب، وينصر السودان وينصر غزة يا رب، ويجعلنا سنة كويسة عليهم يا رب. آه بس الموجة عالية أوي. الواحد لما الجسم لما يخف يوين نحن عايز ينام بس بيلاقي الشمس مشان عليه ياسر الشمس. البحر في الصيف وفي الشتاء جميل، ميته بتبقى صافية جامدة أوي في الشتاء. تغلبوكوا بقى عشان ما تزهقوش.
مهما كان الواحد عنده برد لازم يفتح بيها وما يكتمش الشقة، لازم التهوية كل يوم، يجدد الهواء في البيت. حبايبي أنا بشكركم جدا جدا، نجاحي أولا ربنا ثم أنتم، أنا بشكركم أنتم اللي خليتوني نجحت بعد ربنا، وعايزة عيلتي تكبر وتكبر وتكبر، طبعا أنا كبير أوي. ما تخافوش على صوتي، أنا عندي برد معلش، بس عايزة أنزل لكم حاجة كده تجربة، إن شاء الله لما أخف وأنزل هصور لكم بقى، عشان أي حاجة بتحب التجربة، ما ركزت في حاجة واحدة. الدكتورة مها ما شاء الله عليها كده، ربنا يديها الصحة يا رب ويكرمها، ولو بتديني الفيديوهات وتقولي انشريها كده عشان كله يستفيد، تعملوا لها لايكات بقى وهتعملوا لحبيبتكم لايكات كده عشان تعملوا الفيديوهات، والاشتراك عشان عيلتي تبقى بص على الجرس. اتفرجوا برضه على الدكتورة ما يعني بتقول على وصفات دي هتنفعكم جدا جدا في بيتكم، والعرايس الجداد ربنا يسعدكم اتفرجوا عليها برضه، من أقل حاجة نعمل حاجة، اعملوا اشتراك وأي فيديو أنزله، أي فيديو تنزله الدكتورة مها تشوفوه تتفرجوا عليه، وربنا يكرمها يا رب يجعله في ميزانية حسنات، تديني الكورس وتقولي حطيه عندك، ربنا يكرمها يا رب ويكرم اللي زيه، أنا عايزة كل الناس تستفيد. ده النادي ده اللي على البحر اللي في الاحتفال، قبل ما تحتفلوا ولادكم كده هم ناجحين يا رب، يا رب ينجح كلهم يا رب، الأمة العربية كلها إن شاء الله تنجح وتبقى بأمان يا رب. يا رب ينصرهم يا رب. غزة والسودان واليمن يا رب يا رب يا رب يا رب ينصر ينصر العرب كلهم يا رب. معلش يا حبايبي كده كفايه عشان والله انا تعبت عشان الجو هوا بعد ما بقى الشمس حلوه، الشمس رجعت كده. باي باي يا حبايبي، لايك 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 لايك، تتفرجوا على كل حاجه جديده باذن الله.